السلام عليكم متابعي دراما سبورت. أكيد حتتسألوا وين أنت؟ أنا موجود بمحطة القطار، رايح بسفرة بسيطة، زيارة عائلية، وبعدها بنرجع للاستوديو. بهذا الفيديو راح نحكي عن تصريحات نبيل معلول. هل كانت التصريحات خاطئة؟ هل التصريحات قاسية؟ كل هالأمور التي تتعلق بتصريحات نبيل معلول حول عمر خريبين وحول وضعية نبيل معلول بشكل عام مع المنتخب السوري. للأسف يا شباب، نحن بسوريا احيانا بتحس انك لازم تكون مع طرف حساب طرف تاني. يعني بعد مباراة سوريا والاردن الودية، لما تحدثت عن المنتخب وعن الاداء السيء، في كتير من التعليقات شفت حقت بين يا داني ايام فجر ابراهيم انت ما كنت عم تعمل هيك انتقاد، شو الظاهر صرت من طرف فادي الدباس او صرت ضد نبيل معلول. وبعد وضعية عمر خريبين وتصريحات عمر خريبين والشي اللي صار مع عمر خريبين، صرت بطرف نبيل معلول. فيعني بصراحة، يعني أما بسوريا أما بتكون بهذا الطرف أو بهذا الطرف، يعني ما في بطرف المنتخب، يعني أنك تكون مع المنتخب، مع أنه المنتخب يكون بخير، أنك تكون مشجع للمنتخب. هذا الشيء اللي أنا حابب وصله لكل الناس. يعني لما بحكي عن أي شغلة معينة، فأنا بطرف المنتخب، لاني بطرف نبيل معلول ولاني بطرف عمر خريبين. فلذلك دائما بتشوفني بعد أي مباراة ممكن أنتقد نبيل معلول بكل سهولة، وما عندي أي إشكال بهذا الموضوع. انتقاد على الطريقة الفنية، على الطريقة اللي بشوفها، أو حسب فهمي لكرة القدم. يعني ما عم بدعي أني فهمان بكرة القدم، لكن حسب الشيء اللي بفهمه، حسب الشيء اللي شايفه كمشجع فقط لا غير. والشيء اللي عم شوفه عن عمر خريبين كمان عم بحكي رأيي كمشجع لا أكثر ولا أقل. فبالتالي لازم أحيانا نميز، يعني ما تحطوني بطرف ضد طرف أو طرف مع طرف. كل هالأمور أنا يعني بصراحة بعيد عنها جدا. بخصوص نبيل معلول، هل التصريحات يعني اللي صرحها خاطئة أو لا؟ قولا واحدا، يعني حتى يعني بأول فيديو تحدثت عن عمر خريبين كنت عم بحكي عن بن عمر نبيل معلول إذا كان عم بيشتم باللاعبين أو أي شيء فهو يعني أخطأ بهذا الشيء، ولازم يعني ما يكرر هذا الشيء مرة تانية. لكن نبيل معلول ما هدد بترك المنتخب، هذا هو الفارق بين عمر خريبين ونبيل معلول. يعني نبيل معلول ما حكى بأن إذا استمر عمر خريبين مع المنتخب فأنا راح أترك المنتخب السوري والمنتخب السوري لا يعنيني. على العكس تماما، نبيل معلول بعد المشكلة تحدث بأن الأمور عائلية ويحاول يعني تسكير الملف كليا. لكن عمر خريبين يعني هو التصريح اللي حكى أجج بكل الشارع الرياضي، يعني عمل نزاع بين طرفين، علما أنه لازم كلياتنا نكون طرف واحد لصالح المنتخب، سواء كان أي مدرب أو أي لاعب بالمنتخب. اليوم يا شباب أنا ما بدي أحكي يعني عن عمر خريبين، لأن خلص يعني قتل بحسن، لكن بدنا نحكي عن تهديد نبيل معلول بأن إذا بدي أحكي الكلام اللي عندي فعمر خريبين ما بيفوت بسوريا. طبعا هاي الجملة وهذا التصريح مرفوض رفضا قاطعا. عمر خريبين ابن سوريا، عمر خريبين بفوت على سوريا بالوقت اللي بده إياه، حتى لو اختلف مع أي شخص. واليوم اللي بيصير بعمر خريبين أي شيء، كلياتنا حنطلع وحنكون مع عمر خريبين ضد أي شخص، ضد أي إجراء تعسف في تجاه اللاعب. واللي بيتذكر فيديوهاتي سابقا بقضية ملهم بابولي، الشخص الوحيد اللي من سوريا حكى عن القضية، ويعني دخلوا كتير ناس حول الفيديو اللي تحدثت فيه لحتى تم إطلاق سراح ملهم بابولي. فبمواضيع التهديد باللاعبين هذا الأمر مرفوض تماما، سواء من نبيل معلول أو من غير نبيل معلول. لذلك تصريح نبيل معلول خاطئ، تصريح نبيل معلول تعسفي، تصريح نبيل معلول متسرع. والسلبية اللي شايفها بنبيل معلول من لما تولى تدريب المنتخب، يتكلم أكثر مما يفعل، وهذا الأمر بصراحة لازم يراجع نفسه فيها نبيل معلول، ويشتغل على موضوع بأن يهدي من التصريحات، ما يصرح بأي شيء إلا بالأمور الفنية، بالأمور المستقبلية. أي لاعب كمان، يعني نحن بننتقد لاعبتنا كثير، يعني بنحكي أنه من لاعبتنا الغالبية العظمى مع يعني العقلية الاحترافية غير متواجدة، هذا الشيء أكيد لاحظتوه، لذلك يعني ما في داعي نحكي عن هذا الكلام. بس بنتمنى من الكابتن نبيل معلول يهتم أكثر بالأمور الفنية، يحكي عن الأمور الفنية، يحكي عن المستقبل الكرة السورية، كيف يطور، كيف مين عجبه من اللاعبين، يعني يحكي بهذا الكلام فقط لا غير. وهون أنت ممكن تتساءل سؤال آخر،
ليش انت بهاي القضية عن عمر خريبين وعملته مذنب وما عملت نبيل معلول مذنب؟ لان عمر خريبين بالنسبة لي هو اللي بدأ، هو اللي بدأ بالتصريحات، هو اللي تحدث، هو اللي اشتغل واجج الشارع. يعني لولا عمر خريبين نبيل معلول ما كان حيحكي بأي تصريح، وكانت الأمور مثل ما هو حكى حتكون عائلية. والشي اللي كنا بنتمناه جميعا انه الأمور تكون عائلية بين المنتخب. أي منتخب بالعالم، أي منتخب بالعالم بيصير فيه اللي صار بالمنتخب السوري، مستحيل نفكر نتأهل لكأس العالم، من سابع المستحيلات. نحن بهيك ظروف صعب جدا نتأهل لكأس العالم، بهيك نوعية لاعبين وتصريحات وتأجيج صعب جدا نتأهل لكأس العالم. لازم اللعيبة يتقيدوا، لازم اللعيبة يهتموا بالمنتخب، سواء كان أي مدرب، أي مدرب. وحاكي هذا الأمر ب5000 فيديو، بأن في لعيبة كانوا مع الكابتن فجر إبراهيم وفي لعيبة ضد الكابتن فجر إبراهيم، والكل كان بيلعب مع الكابتن فجر إبراهيم. ليش؟ لأن هذا واجبه، هذا واجبه أنه يلعب مع المنتخب، ما يفكر مين المدرب. كمان يا شباب في ناس عم تستفسر بأنك أنت بأوروبا من 15 سنة وإساتك يعني ما بتتقبل الصراحة والانتقاد اللي عمله عمر خريبين. يا شباب يعني بأوروبا بيصير أكثر من هيك بكتير، ونحن شايفين بأوروبا وعايشين بأوروبا وبنعرف. مسعود أوزيل سواء كان موقفه صحيح أو خاطئ بالنسبة لك أو أي شيء، لكن شفتوا شو صار معه، شفتوا شو الاتحاد الألماني أولاد الديمقراطية شو عملوا مع مسعود أوزيل، حرموه من اللعب مع المنتخب، حرموه، يعني حرموه لأن فقط كتب على تويتر وتضامن مع شعب الإيغور بالصين. فأنت لا تفكر أنه أي لاعب يخرج عن المنظومة، عن منظومة الاتحاد الرياضي أو منظومة اتحاد كرة القدم، أو يخرج ببعض التصريحات العشوائية ما بيتعاقب. يعني ما بظن تاريخ عمر خريبين أفضل من تاريخ مسعود أوزيل كأندية وكلاعب وكبطولات. مسعود أوزيل حقق كأس العالم مع المنتخب الألماني وتعاقب، وما تمت رحمة مسعود أوزيل بهذا الشيء. وغيندوغان بعد ما اعتذر لحتى رجع للمنتخب، يعني لو غيندوغان ما اعتذر ما كان بيرجع للمنتخب كمان. يعني عمل عدة مواقف، تصور مع الرئيس التركي أردوغان، والاتحاد الألماني اعترض على هذا الشيء. هنا أنا ما بحكي أنه هذا الشيء سلبي أو إيجابي، يعني ما بحكي أنه هذا الشيء سلبي أو إيجابي، يعني ما بقرر عن الاتحاد الألماني، لكن في منظومة موجودة، هاي المنظومة لازم تكون متبعة حتى المنتخب ينجح، حتى الاتحادات تنجح. أما أي شخص بيصرح أو أي شخص بيشتغل على كيفه، اليوم عمر خريبين ما هو رئيس اتحاد كرة قدم. اليوم إذا المنتخب فشل نحن ما رح نعاتب عمر خريبين، نحن رح نعاتب حاتم الغايب. وبالتالي عمر خريبين ما لازم يتدخل أو ما لازم يحكي بأمور تتعلق باتحاد كرة القدم أو تتعلق بالمدرب. فبالتالي هون الخطأ اللي بدأ فيه عمر خريبين انطلق إلى نبيل معلول. أكيد نبيل معلول أخطأ بالتصريح، لكن نبيل معلول بيضل مدرب المنتخب، ونبيل معلول ما هدد بترك المنتخب. نحن هون عم نحكي عن شخص خلص قال إنه إذا نبيل معلول متواجد أنا ما رح أتواجد. بغض النظر عن هذا الكلام اللي حكيناه، لأن أحياناً يا شباب المدربين ما بيتعوضوا. يعني نحن بتذكر يعني كل الناس انتقدت الكابتن فجر إبراهيم بسلبياته وبإيجابياته، واليوم عم بتشوفوا يعني تمت إقالة الكابتن فجر إبراهيم من نادي الحرجلة لسوء النتائج. لكن إجا مدرب شئنا أم أبينا، مدرب عالمي، مدرب درب منتخب تونس بكأس العالم، مدرب شاف كأس العالم، يعني هذا الشيء أعطانا بعض الأمل. يعني أكيد رح ننتقد الكابتن نبيل معلول، لكن إذا بدك تحكي عن تاريخه كمدرب أكيد رائع. غير هالشيء يا شباب أنت عم تحكي عن مدرب إسا لعب فقط مبارتين مع المنتخب، مبارتين وديات، يعني ما هو هالمدرب اللي عم بيدرب من 5000 سنة وصار له سنتين ثلاثة لحتى نقول خلص يلا ارحل يا نبيل معلول، أنت سيء جدا أو أنت ما قدمت شيء للمنتخب. لأن بصراحة الوضع اللي إجا فيه نبيل معلول وضع صار بكل المنتخبات وليس فقط بمنتخب سوريا، فبالتالي ما له ذنب بالشيء اللي صار فيه. لهالسبب يا شباب تصريح الكابتن نبيل معلول قولا واحدا خاطئ، تصريح الكابتن نبيل معلول يعني مو لصالح المنتخب. رح احكيها للمرة الألف، الكابتن نبيل معلول لازم من خلال التصريحات يحكي فقط عن الجانب الفني، الجانب التكتيكي، الجانب المستقبلي للكرة السورية، كيفية تطوير الكرة السورية.
شؤون اللاعبين، اي لاعب بيصرح نحن يعني نحن بنحكي، والاعلام السوري حيحكي يعني، اي شخص راح يحكي. فما يعني الكابتن نبيل معلول لازم دائما يحاول ما يحكي بهيك امور يعني، خصوصا بموضوع الحساسيه الموجوده حاليا بسوريا، سوريا بالوضع الراهن حتى من الناحيه السياسيه، خلص يعني صارت الامور صعبه جدا، وصار اي كلام تحكيه بيكون محسوب عليك يعني، اما بتكون مع هذا الطرف او هذا الطرف. فنحن دائما لازم نحاول نكون من طرف المنتخب، طرف المنتخب هو الطرف الوحيد الصادق، طرف المنتخب هو الوحيد اللي لازم يجمعنا. لا بنكون مع عمر خريبين ولا بنكون مع نبيل معلول، بنكون مع المنتخب. في الوقت الحالي نبيل معلول هو مدرب المنتخب، بينما عمر خريبين معترض على المنتخب لتواجد نبيل معلول. هذا الشيء بإيد عمر خريبين لترجع العلاقة، والحل حكيناه، الحل دائما بالاعتذار. من بدأ بالخطأ يجب أن يعتذر، من بدأ بفعل الخطأ يجب أن يعتذر. لذلك دائما المطالبة من اللاعب قبل المدرب، المدرب أخطأ لكن اللاعب أخطأ بالبداية، وهذا بيت القصيد، هذا اللي لازم تعرفوه. هذا لهالسبب كمان دائما عم بنطالب باعتذار الكابتن عمر خريبين. وما بدي أذكر يا شباب، بكل الاتحادات حتى بالاتحاد الأوكراني، باتحاد كرة القدم الأوكراني، أي لاعب بيحكي تصريح خارج إطار المنتخب أو تصريح انتقاد للمدرب بيتم طرده، بيتم حرمانه. هذا الشيء موجود حتى بالاتحاد الأوكراني، وبالاتحاد الألماني حكينا عن قضية أوزيل وغاندوغان. طيب أحكي لكم شغلة تانية ممكن ما بتعرفوها، أندريه شفشينكو استدعى لونين الحارس الاحتياطي لريال مدريد، كان بيلعب بكأس الأمم الأوروبية للشباب، استدعاه للمنتخب الأوكراني للرجال. إجا أندريه لونين ترك بطولة الأمم الأوروبية اللي كان بيلعب فيها بالدور نصف النهائي والتحق بمنتخب الرجال. بعد ما التحق بمنتخب الرجال شفشينكو حطوا احتياط، الإعلام الأوكراني انصدم، كيف عم بتحطوا احتياطه وجبتوا من بطولة الأمم الأوروبية؟ قال هذا المنتخب الأول بيلزمني حارس احتياط، حطوا احتياط ولعب مباراة منتخب أوكرانيا. فهون يا شباب المدرب لازم يكون اللاعبة تحت خدمة المدرب بأي لحظة، ما المدرب يكون تحت خدمة اللاعبين. هذا الشيء ما بيصير بأي دولة بالعالم، نحن الشيء اللي عم نحكيه بصراحة ما بيصير بأي دولة بالعالم. ياما 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 نحن انتقدنا بعض اللاعبين لأن ما كانوا تحت خدمة الكابتن فجر إبراهيم. نحن بنتمنى دائما يكون اللاعب تحت خدمة الكابتن أيمن الحكيم، تحت خدمة شتانجا، تحت خدمة فجر إبراهيم. وهذا الشيء اللي عم نعمله لازم يكون اللاعب تحت خدمة المدرب. بحياته ما صارت المدرب يكون تحت خدمة اللاعب. يعني نبيل معلول لا تؤاخذني بهالكلمة، صار له 5 شهور عم بيوصف بعمر خريبين وبالنجم سوريا واللاعب رائع جدا يعني شو بده يحكي يعني أكثر من هيك. فبتمنى يا شباب نحن ناخذ الأمور بوعي أكثر وناخذ مصلحة المنتخب، يعني بكفي يعني بكفي نحكي هذا ظالم وهذا مظلوم وهذا من هذا الطرف وهذا من هذا الطرف. الطرف الوحيد هو طرف المنتخب. ولهالسبب كمان، ولهالسبب الأخير اللي بدي أحكي عنه، أنا ما بتواصل مع اللاعبين، ما بتواصل مع أي لاعب. اللاعب اللي بيحط يعني اللي بيتابعني على الانستغرام ببعث له رسالة خاصة، كابتن لا لعيبة المنتخب خصوصا يعني المحترفين، كابتن بتمنى تشيل المتابعة، لأن أنا ما بدي لما بحكي عنك أو دافع عنك الناس تفكر بإني عم دافع عنك لأنك عم بتتابع حساب دراما سبورت، وما بدي لما أنتقدك تكون في علاقة صداقة بيناتنا، لأن ما بدي صادق أي لاعب بالوقت الحالي، ولا بدي صادق أي مدرب، ولا بدي صادق اتحاد كرة القدم، ولا بعمري صادقت أي شخص مسؤول بالرياضة. بتمنى من يعني ما حدا يصادق، يعني حتى أي شخص بيحكي بالرياضة ما يصادق. ما تكون صديق للاعب، ما تكون صديق لاتحاد كرة القدم، ما تكون صديق لنبيل معلول. بمجرد ما كنت صديق صعب جدا تحكي، صعب جدا تحكي، لأنك إذا صرت صديق خلص مجبور تجامل، مجبور ما أو ما فيك تتعاطف، فبلاقي له مهنة أخرى. لهالسبب أنا ما بصادق لاعبين، ولا بصادق مدربين، ولا بصادق أي شخص من اتحاد كرة القدم. ولعلمكم يعني انعرض ويعني بعتت أرقام، بس لا
السبب الوحيد يعني انه انا حابب احكي كلام، يعني احكي رايي، احكي شيء انا حابب احكيه. بعد مباراه الاردن حكيت اللي بدي اياه عن نبيل معلول، ورجعوا تابعوا الفيديو. اوطى تقييم اخذوا نبيل معلول، يعني حتى الكابتن فجر ما اخذ هيك تقييم، لما عملت تقييم 1/10. بأسوأ ايام الكابتن فجر ما اخذ تقييم 1/10. ليش؟ لان انا بشوف المباراه وبحكي عن المباراه بغض النظر مين بيدرب المنتخب، بغض النظر، ما بيهمني اصلا مين بيدرب بيهمني انه يكون مدرب جيد، مدرب ممتاز، ونطالب دائما بمدربين ممتازين ومحترفين. لكن لما بتابع المباراه انا بتابع لاجل المنتخب وبحكي عن الشيء اللي بشوفه. صعب جدا مثلا منتخبنا ما قدم شيء قدام الاردن واحكي انه نبيل معلول مدرب عالمي قدم لمحات فنيه رائعه. صعب جدا، ما فيني احكي هذا الكلام، واكيد انتم ما بترضوه كمتابعين، كمان ناس بتفهم وناس بتتابع كرة قدم ما بترضوه. فبالتالي يا شباب، يعني الشيء اللي بتمناه من الجميع انكم يعني ما تكونوا بصف شخص على حساب شخص، او ما يعني ما تكونوا يعني ملتزمين فقط بهذا الامر، يعني انك لازم تكون مع عمر خريبين لانه ابن بلدك، او لازم تكون مع نبيل معلول لان مدرب عالمي. كون مع المنتخب بكل بساطة، كون مع المنتخب. هل سنتين ثلاثة حاتم الغايب رئيس اتحاد بيروح حاتم الغايب بيجي رئيس تاني؟ عادي، كون مع المنتخب فقط لا غير. هذا الشيء اللي بطلبه يعني، وهذا الشيء اللي بحكي عنه دائما. أتمنى يعجبكم الفيديو، ودعوا لنا بالسلامة يا شباب، السفرة طويلة 16 ساعة. كونوا بخير.